谢谢主持人。总理你好，我是中国新闻社、中国新闻网记者。我们注意到前阵子中国对一些保险类、金融类的企业采取了强制性的措施，请问下一步这样的做法是否会继续，以及这是否表明了中国新一轮的风险点正在积蓄，中国是否有可能发生系统性的金融风险？谢谢。أنا من وكالة الأخبار والأنباء الصيني. لقد لاحظنا أن في السنوات الأخيرة فإن هناك إجراءات إجبارية مشددة لبعض الشركات المالية والضمانية والتأمينية. هل هذا يعني سيكون هناك ازدياد لنقطة المجازفات والمخاطرات المالية؟ 有能力防范也不会出现系统性的金融性风险，因为我们经济运行的基本面是好的，金融运行也是稳定的。当然了，中国经济总量80多万亿，银行资产就250多万亿，你说没有点风险那是不可能的。常言还道，风多一身雨，树大常招风。但是我记得我在这里曾经说过，我们的银行的资本充足率和不被覆盖率是高于，甚至比较高的，高于世界标准的。我这里还想说，我们的银行法定准备金率是15%左右，这相当于存了20多万亿的准备金，或者叫做风险准备金。فيمكنني أن أتحمل المسؤولية وأنقل إليكم معلومات وهو لدينا قدرة كافية لوقاية وقوع هذه المخاطر النظامية الخمرة. فإن حجم الاقتصاد الصين بشكل عام ما زال يجري بشكل جيد، وحجمها حوالي 80 تريليون دولار، والحجم في البنك هو حوالي 250 تريليون اليوان. طبعا هذا الحجم، تقامة الحجم لهذا الاستثمارات والاحتياطي لا يمكن يكون بدون أي مخاطر مالية، ولكن لدينا الثقة والإجراءات الكافية لتجنب وقوع أي مخاطر مالية. في الواقع فإن الاحتياطي للعملات الأجنبية للصين قد يتجاوز ويكون فوق المعايير العالمية المعتاد عليه، ولدينا أكثر من 20 تريليون يوان. فهذا كرأس مال احتياطي للبنوك الصينية لمواجهة أي المخاطر المحتملة. 这是因为经济稳中向好，财政超收超过了预期。去年光中央财政就超收了2500多亿，我们没有用，放到今年。而且前两个月，就是今年的前两个月，财政收入2位数增长。我们对实现今年全年经济社会发展的主要目标和未来的预期是充满信心和看好的，所以还会按这个方向去持续的调低赤字率。当然调低赤字率并不意味着我们要改变积极财政政策的取向，因为总量大了，我们今年的财政支出就超过去年财政支出，量是不小的。我们这样做实际上既是有信心的表现，也是为如果国际不确定因素增多，国内会有一些新的风险点出现，那么来备足应对的工具。
في السنة الماضية لقد عدلنا وخفضنا نسبة العجز، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الاقتصاد الصيني قد جرى بشكل موفق، وقد أحرزنا تقدم كبير من خلال الحفاظ على الاستقرار. فإن الميزانية قد حقق على هدفنا المرجو، وفي الواقع إن ميزانيتنا قد أكبر من هدفنا المخطط. وفي شهرين من السنة الجارية فإن سرعة النمو للميزانية قد أصبح فوق 10%، فهذا يجعلنا مفعم بالثقة للأداء الاقتصاد في بلادنا، فنحن سنواصل بتخفيض نسبة العجز. طبعا هذا لا يعني أن نحن سنغير سياسة ميزانيتنا الإيجابية، لأن لدينا الحجم الاحتياطي الكافي لمواجهة أي عوامل المجهول وأي غير محدد في المحافل الدولية وفي الأسواق الدولية. Measures that we have been taking will help us put aside enough instruments and tools to guard against possible uncertainties in the global environment or any outbreak of new risks at home. 当然，金融领域啊，也有些违法违规行为或规避监管的行为在兴风作浪。最近，我们监管部门主动出手，果断处理。就是要让这些典段的风险不能散发，该出的笼包还是要出，否则也有道德风险。而且在处理过程当中啊，我们也注意保护是合法消费者的权益，积累了经验，有类似问题出现，我们还会坚决的处置。طبعا لقد وجدنا في الأسواق المالية هناك البعض المخالفات وبعض التصرفات خارج نطاق المراقبة. بالنسبة لهذه المشاكل نحن لدينا عزيمة كبيرة، وفي الواقع لقد قمنا بالتخليص من هذه المشاكل ومعاقبة الأصحاب اللي جعلهم تتحمل المسؤولية. وإن لم نفعل هذا ربما المخاطر سيزيد، وهذا هو الوسيلة الفعالة لحماية حقوق للمستهلكين القانونيين في نطاق المعقول. Has been gained in this process. We will continue to deal with these cases if they arise in the future. 我们这次机构改革啊，把保险和银行业监管会合并，也是要防止有更多的或者说一些规避监管的行为发生。当然，这里还有一个老问题，就是非法集资。政府会保持打击的力度。这里呢，我也想说一句，对有一些投资者，千万不要听那些非法集资者编造的竹篮子也可以打一筐水的神话。谢谢。وفي هذه المرة من الإصلاح الجهازي قمنا باندماج بين جهاز المراقبة للضمان والتأمينات وجهاز المراقبة لشؤون البنكية، وهذا لتجنب الوقوع بعض التصرفات غير قانونية خارج النطاق. بالنسبة إلى جمع رأس مال غير قانونية، فأريد أن أحذر بعض المستثمرين وأنصحهم ألا تصغي إلى الإشاعات والأكذوبة التي اختلقها بعض التجار الغير القانونية، وإما ستخسرون كثيراً.